اول مره ولي الشرف انه يكون معايا امين. امين الغني عن تعريف المغاربه كاملين كيعرفوا دابا وكيعرفوا بالقصه ديالو اللي هزات الصراحه داخل المغرب وخارج المغرب. حنايا جاوني بزاف ديال الاسئله من عند لي فولورز ديالي، وانا امين كنعرفو هو والزوجه ديالو، يعني حنا ما غاديش نقدروا نعرفوا ولا نحكموا على الازواج، حيت ما بين المراه والراجل كيكونوا اسرار حتى شي واحد ما غادي يقدر يعرفهم. حنا بغينا نسمعوا القصه من عند امين، وانا متضامنه مع امين ومع اختي هند، واخا ما عنديش معها كونتاكت، وكنتمنى انه المياه ترجع الى مجاريها وما يسمعوش الهضره ديال الناس وما يعطيوش فرصه للناس يدخلوا بيناتهم، حيت كلشي ما غاديش يبغي لهم الخير. انا كنقولها من هذا المنبر، ما كاينش شي واحد اللي غادي يبغي لك الخير من غير والديك ونفسك نتايا. انا كنعطيها واحد النداء من هنا، اختي هند ما تخلي حتى شي واحد يدخل ما بيناتكم، سمعي راجلك، واخا تكون يكونوا لي كونفلي كيف ما بغاو يكونوا ما بين الازواج راهم كيتحلوا، اعطيه فرصه وسمعي منه وحتى هو يسمع منك، وان شاء الله نولي نشوفكم كف المغربي كيف ما كنتوا، وراكم كتشرفوا مدينه تازه. حنا بغينا نعرفوا الحقيقه الكامله من عند خويا امين، هو غادي يشرح لكم وغيجاوبكم على الاسئله ديالكم. شكرا اختي سمعنا على الاستضافه. مرحبا بك. اولا صادق والمغرب كاملين على كل حاجه وقعت وعلى الضجه اللي وقع. ثاني حاجه كما قالت اخت سماها، كما قالت اخت سماها، انت واحد ما كيعرفش الواقع بين الزوج والزوج، انت واحد ما كيعرفش التفاصيل. كنشوفوا تعاليق خايبه، كنشوفوا تعاليق زوينه، ولكن الحقيقه الانسان ما كيسولك فيها وما كيضحكش عليها. حنايا شفنا ناس متعاطفين معاك وشفنا ناس متعاطفين معاك. متعاطفين معاها بطبيعه الحال، يعني من السنه عاد 500 متعاطفين معاها. مازال الحرمه ديالي لحد الان. برافو، احترام، كيبقى دائما ديك الاحترام. يعني كي كتشوفوا حاليا انا الاول في طوندونس في المغرب، يعني ما كاينش الباج ولا القناه اللي ما عرفتش، يعني اول واحد في طوندونس لحد الان. القناه ديالي مازال قناه صغيره بزاف، ما استغلت اللي تفضلت، ما عمري استغلت. ما استغليتش هذه على حساب البوز. هضرتي انت على القناه ديالك، راه ما عمرك ما هضرتي عليها لا في انترفيو ولا حتى شي حاجه. قالوا ما غاديش نهضر عليها، انا ما بغيتش حاجه تنتهي. وبصراحه ما كنامنش بشي حاجه تنتهي، لان البوز عنده اي مهم ينتهي. نعم. ما فيها حتى شي مشكل الواحد يتعاون يعني مع الانسان، راه حنا يا خوت هنايا في الدنيا ما فيها باس. انتم كتشوفوا الظروف ديال امين، علاش لا ما نعاونوش ونساعدوه؟ علاش لا ما طلعلوش حتى هو القناه ديالو اللي تستاهل؟ حيت كيعطينا شي حاجه اللي حنا موسيقى كنسمعوها، علاش كنسمعوا مغنيين كبار وما نشجعوش بحال هاد المواهب؟ وزائد واحد المعلومة خلي نسمح لي نقولها لكم، هو أنه بالظروف ديالو هو استطاع يعمل بزاف د الحوايج، يعني عبرة بزاف د الناس اللي كيقول بصحته ما كيقولش. على راسه برافو عليك. هو يعني هو مشجع راسه ومازال كيعطي، وإن شاء الله مازال يكون الخير لقدام، الله يسهل عليك. وعلاش لا حنا بغينا القناة ديالك تكبر. تكبر إن شاء الله يا ربي. أنا كنطلب فيها أختي سمان، يعني عارفني أش كندير في حياتي. الصراحه ديجا حسيت عليا الحوايج كيتقاتل مع الزمان. راه هندي الا شفتي هاد لا فيديو راكي غتعقلي عليا، جيت انا وراجلي وخويا وبنت اختي وخدينا من عندكم الحوايج الصراحه، ماشي حيت كنت باغاهم، شجيعان بغيت كنت باغا نشجعكم. كتعجبني داكشي بنادم كيكافح، يعني كيشوف انه حالته الصحيه ما كتسمحلوش يوقف، حنا بالعكس ما نتكيفش عليه، نزيدو نعاونوه واخا باش ما قدرنا، يعني بابسط الحوايج نزيد نعاونوه غير بالكلمه الطيبه، راه حنا كنعاونوه. صح برافو. انا كنقولت انا لحد الان ما حطب عليا ما والو، رغم كاع بصراحه، لانني بصراحه لحد الان ما عرفتش اشنو بها. واش ضغط من شي جهه؟ واش يعني لحد الان الحقيقه الكامله مازال ما بانتش. يقدر شي واحد عمره مثلا؟ ما غادي نقدر نظلم حتى واحد ولا نناظر العواشر هذه باش ما يفتش. صح، يعني بعض الظن اسم كاين. نعرفوا ان الله سبحانه وتعالى كيخلص كل واحد. كاينه. يعني ما ضاع حق وراءه طالب. بصح. يعني القانون انا دائما مسترى قانونية ديالي، طلع بأي تصريح بغات الله يسهل عليها، حتى هي دارت قناة يوتيوب الله يسهل عليها. انا كنتمنى دير الجزء ديال الفلوس ديال أي حاجة، يعني انا كنتمنى لها الخير، يعني انا اللي بقى فيا ولا خلص في القلب ديالي انها ما هانت عليها العشرة. خرجت بشي كلام اللي راكم سمعتوه، ما خصوش يخرج، اللي ما خصوش يخرج شي اسرار البيت ما خصوش يخرجوا. انا مشيت عندهم للدار والصراحه لقيتها كما قلتي نتايا قايمه بالواجب ديالها، وجابت عندنا امين وجلست وهي اللي كتوريني الحوايج، يعني
كتشوف داك السيده انها متفاهمه مع الزوج ديالها وهي اللي ماشي ملزوم عليها دير داك الشيء، هي باغا ديرو يعني بخاطرها كانت كديرو. نورمال راه السيده تزوجت مع واحد الراجل صافي كيتعاونوا على الزمان، يعني هي موافقه على داك الشيء جالسه كتعاونني كتمدلي حتى هي الله يعمر راس العاقل فيكم، واخا ما عنديش معاها كونتاكت بزاف الله يعمر راس العاقل، غير شنو طرا بيناتهم داك الشيء ما كيعلمو غير الله وهما بجوج. طبيعه الحال انا اقسم لك بالله العلي العظيم راه قلت في راديو قلت لمجموعه المناظر الصحفيه، لانني انا دابا حبست الخرجات الصحفيه، ما كنخرج حتى حاجه لا مع صحفي مع اي واحد، لانني كنختارها وكنقدرها. بالعكس وما... دافع على راسك ماشي انا تعايرها، انت دافع على راسك بطبيعه الحال، ولكن انا غادي ندافع على راسي، غادي يكونوا الوثائق القانونيه في يدي. بالادله بطبيعه الحال هذه هي الفكره ديالي، لانها قالت كيعاني من ضعف جنسي المده ديال العام وهي معاك. يمكن لك تهضر في اول شهر اول بطبيعه الحال. انا هند ما عرفتها حتى 2020 لي باج ديال تازا، انا كندير تجاره نقديه من 2018 هما كيبارطاجيو انني كيديروا لي بيبليسيتي، يعني قالت انني قلت عندي شركه وانا ما عنديش، انا غادي نصيفط كلشي كيعرفوا الناس اصلا. انا بارطاجيت الجريده الرسميه، بارطاجيت روجيست كوميرس غير باش نوضح فترات كورونا حتى واحد ما خدمش، يعني لحد الان مازال ما استلمناش العمل 100%، يعني كنا هنا كنخدموا بواحد الوسيله كبيره، انا كنقسم لك والله كنت كنخدم كل ليله، يعني في الليله عندي 500 600 درهم اللي كنت كنخدم بها ما شاء الله، يعني قبل كورونا وراه كنطلع في مهرجانات، يعني كيقالوا لي بزاف ديال المسؤولين عندنا في تازا اللي اتصلوا بيا وكيسالوني قال لك انت ماشي اول مره غادي يسمعوا لك حتى جاوا لك نعرفوك ماشي عاد غتبان. بطبيعه الحال حنا هي اصلا ما غاتكونش داتك على الماديات، حيت ما يمكنش ان واحد جوج يتلاقاو ويكونوا عايشين في دار وحده على الماديات ويبقاو هذه المده كامله. رجعوا لي روبورتاج وغادي تشوفوا التناقض. انا شفتها كانت كتهضر بزاف على هذا الشيء المادي وشويه كتقول انا بغيته هو المادي. يعني انا كنقول ما يمكنش انها هي غتزوج بك على الماديات. انا لحد الان ما كنقولش انها تزوج بك على الماديات، يعني اذا كانت هي الفكره ديالها الماديات الحمد لله. عمري كنت حكيت على شي واحد كنت خاصني كنخدم كنضرب تمارة الوقيتة، انا كنت حبست التجارة لواحد الفترة، الوقيتة اللي كورونا دخلت للبلاد سد كلش استأنفت التجارة، يعني ما ديش يمكن نبقى جالس. انت من دون هي الوقيتة اللي جيت انا عندي فيها ولكن يمكن تسيب عينك راس المال اللي خاف انا بس السطوك كان عنده سطوك واحد البيت، ذاك البيت بقوة ما يقدروش يدخلوا له بقوة اللي عامر بالحياة ما شاء الله. انا كنت داير سطوك في الدار ما شاء الله، الناس كتجي تتقدى عندي من الدار. هذا علاش درته؟ الحمد لله الوالد عنده الصالير ديالو، انا عندي الصالير ديالو وهي اللي نقدت هذا الشيء. انا كراتو هي قالت ما كيصرفش ليا وانا كنصرف. انا كنتكلم بالوطن. برافو. كنتكلم بالوطن. ادله. ادله طبعا. اول مره قطعتوا لي والديها وعائلتها قالتها انا اول مره غادي نسال معاك تسمعها واحد السكرينات النهار اللي مشات للكناس كانت جداتها مرضت قالت لي باغا نشوف جداتي وراها ما غاديش تكون في الكناس صيفطت للكناس هي والام ديالي ما شاء الله جداتها جلست مع الام ديالها رغم المشاكل اللي كانت بيناتنا لان الام ديالها بصراحه من الاول ما باغانيش يعني رغم المشاكل وغادي نصيفط لكم سكرينات كنتمنى تبارطاجيوها مع الناس انها في الكونفرساسيون كتقول لي الحمد لله ماما جات وراني جالسه معاها وهما ومات ولاو صحابات. او ما شاء الله مزيان مزيان خطوه مزيانه كتفرح باش العيشه كتكون حلوه. يعني انا غادي نعطيكم الكونفرساسيون واضحه وباينه اللي هي ديجا تلاقات معها بالام ديالها وعندي صور مع جداتها ومع الام ديالها ومع العائله ديالها في مكناس. الحاجه اللي بغيت نوضح للمغاربه اللي كيسبوا بزاف هو خد ما عارف اش واقع ما فيش الحقيقه بالضبط ما عارف اش واقع. انا خلي راه ما حقد لا على هند لا على المجموعه اللي نظمت العرس كل واحد الله يسهل عليه. انا كنقولها قدام الملك وكنتحدى مسير المجموعه انه من نهار اللي قال لي باغي ندير لكم العرس واش عمري سولتو شنو غادي تعطيني ولا استفسرتي منه. انا كانت الفكره ديالي انني نشارك قصه الحب ديالي مع المغاربه كامله. برافو عليك. باش يعرفوا انه كاينين نساء قادرين. برافو عليك. كاينين بنات الناس ودابا كنقولها وتقدر تجي حتى ليلى يعني توصلت هي الرساله ليلى. انا ما كنخرجش انا قلت في الراديو.
سمعنا ديك الفراديو قلت انها الاخر ليله وهي معايا الا وقعت بالوجه ديالها كزوجه. خذت تصريح اخرى قالت انا نقيت لهم ولدان العائله مكرفسين عليا وواحد التناقض اللي بغينا نوضحوا للمغاربه. قالت في فيديو هو البارح انها كانت كدوز في الدار حتى الحمام ما كيخليوهاش تمشي له. والبارح خرجت بتصريح اخر قالت الحمام كانوا كيمشيو معايا ما كيخليونيش نمشي بوحدي. كاين تناقض في الكلام ديالها. تناقض كبير. كاين تناقض صراحه كاين تناقض. المغاربه اللي كيفكروا مزيان. حنا لاحظنا حنا كمشاهدين لاحظنا. دابا انت ملي وقعت من وقعت شي كامل ما قلتيش من ناقص عليا من هاد العرس وكان بقيت في داري انا ومرتي وما مشيت لا كازا ما ندير لا عرس لا حتى شي حاجه. ما لاحظتيش انه هاد العرس الاسطوري ضيع لك حياتك مع مرتك؟ شوف اللي باش نتحفتي يعني الانسان اللي كتكون هي صافيه اللي كتكون هي صافيه راه واخا يكون عرس اسطوري تكون ضجه يكون واحد ما كيتخلى على والو ما عمرو ما يتخلى على بعضياتهم يعني هادي واخا يكونوا صعوبات الحياه ما كتكون هي صافيه. انا قلت لك القناه ديالي انا الاول في طنجره في المغرب والقناه ديالي مازال صغيره ما استغليتش الدار فيها وما بغيتش نستغلها. كنبغيتي كرهت كنت داك كل نهار دير فيديو وتخرج في الحاجه ديما كيديروا بزاف المغاربه كي كنقولوا بزاف المغاربه كيبغيو انك تطلع وتعاين وكيحاولوا يستغلوك انك تطلع وتعاين. انا والديا ما مرضينيش هكا. صح كان بامكانك تستغل وتبقى تعاير وتهضر وتفضح حتى تينا جبد اسرار جبد اسرار كنتي عطلع ماشي في الطندوس وصافي راه يعني القمه. انا كي قلت البارح للدراري في الاستوديو كنا كنهضروا قلت لهم يعني غير في 3 ايام كنا نربح من اليوتيوب على 6 ولا 7 مليون بصح كاينه كاينه ماشي خايده لي حتى واحد كاينه ناس بصح انا دي سكرين الادسنس زيرو درهم وفوقاش لا باينه من القناه انا القناه ديك باقي طايحه بزاف فوقاش عاد الادسنس يلاه البارح مبروك عليك بعدا القناه ديالو امين شويرف اوفيسيال دخلوا عنده شجعوه الفيديو دزوا عنده كاملين كيقول لك النهار اللي كيبانوا الادله راه كلشي كيطيح صافي كلشي كيسكت البوز طوندونس عنده سيمانه شهر شهرين ثلاث شهور غادي يطيح. انا كنامن بحاجه واحده هي الخدمه خدمه ومعقول والجد. انا 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 كنت ما كنبغيش هذا البنت وكذا كاينين بزاف ديال الاغاني اللي فيها من معيار البنات وفيها رسائل واضحه مزيان تكلاشي تاتينا تكلاشي يعني من حقي طبعا عندك فرصه جات حتى ليدك طبيعه الحال فرصه كبيره وانا كنقول ما استغليتيهاش تخرج انك كنقول لك عندي بزاف ديال الادب ولكن انا كنقول لك انا حسبي بحال اختك انا ما بغيتش تخرج حتى شي حاجه ضدها وحتى هي كذلك الا كان شي حد كيهضر معاها وكيعمر لها راسها اختي هند هو راه راجلك راكي عاشرتيه مده تبارك الله ديال عام وعمرها ماشي سهله راه 365 يوم يعني راه ماشي سهله راكي عرفتي الصغيره والكبيره عليه وعشرتي كنتمنى ربي في هاد العواشر يجمعكم ويردكم كيف ما كنتو انت راكي بنت الناس انا كنقول لك من هنا بنت الناس حيت كنتي مع امين حيت بنات الناس في هاد الوقت راهم قلالو وامين راه بنت الناس وكيبغيك حتى هو من قلبه ما تسمعوش الهضره ديال الناس حاولوا تعطيو فرصه لراسكم تلاقاو تهضروا بغيتونا حنا ندخلوا بيناتكم خيط ابيض مرحبا ما نكرهوش اننا نشوفكم انا بغيت بعدا نشوفكم كيف ما كنتو حيت فريمون كنت واحد الكوب اللي واعر وعلاش لا واحد الحاجه ما عجبتنيش قالتها هين القناه ديالو بغيت يطلعها ويدير بحال علاش لا ندير بحال عبد اللطيف كيقول لك عنده ما تحسدش علاش لا ندير بحالهم ونفوتهم ويعاونوني ونعاونهم وحنايا كاملين نديرو يد وحده ونطلعو ماشي عيب تلقاي بحال شي راه الناس كاملين دابا خرجوا من الخدمه ديالهم وخدامين في اليوتيوب انا الحمد لله ما عنديش ما خصنيش ندير اليوتيوب علاش كيعجبني نصور ونخرج ولا عطاني اليوتيوب علاش لا نزيد شي على شي شكون اللي كيدير الزياده يعني خصك انت وراجلك ديروا يد في يد وتزيدوا القدام وما عرفتش من هنا القدام شنو يكون هذه الهضره موجهه لاختي لين وحتى لك انا لا قالت ان القناه بغيت نستافد هادي تشوفوا دخلوا القناه كنتمنى الغرب دخلوا القناه شوفوا اخر فيديو فوقاش تحط السنه الماضيه وفوقاش استأنفت اول فيديو في هاد العام صح شنو كاين عندك الغرض في القناه تكون راك خدام عليا شوف انا كنقول لك الحمد لله مستوره كنخدم بعرق سير بحلال طيبه غير داك ارزق بيد الله نفسه ارزق بيد الله غير داك النقطه ديال اول واحد وكنقولها امام الملا مد لي يد المساعده في الموسيقى والاستوديو لقيتها اللي كان هو عنده الاستوديو هي طلعت بداك التصريح انه كيبغي يقلد انا عبد اللطيف كتعجبني الاستوار ديالو لا عبد اللطيف واحد الانسان كتهتز بك عجبك انه ماشي مشكل انا افتخر به كاينين بزاف ديال الناس اللي بغاو يدخلوا بيناتنا انا وعبد اللطيف ماشي مره ماشي ثلاثه انا عبد اللطيف ما عندي معاه حتى حاجه وخا بقى فيا لقى البارح
انه بارطاجا الفيديو ديالها وكيشكرها على الكلام اللي قال، حيت نورمال هضرت عليه زعما بانه انت كتشابه به وخصك تعمل بحالو هو يمكن تلقى كاينين امور اخرى، ولكن الله يهديهم الغلط اللي كيديروا الصراحه خليوها ابار. كاينه نقطه اخرى خصيه باش نوضح، كاين قالت وعدني بزاف ديال الوعود وما دارهمش، هين جات الفتره ديال كوفيد، فترة كوفيد عام تبرق لنا بقينا فيه حنايا، فترة كوفيد حبسنا حبسنا بالخدمة، أنا كان عندي فلوس في البنك باسم الشركة، كان عندي كريديات في البنكة، البنكة ترحمك لا كل شهر كتدي فلوس كتدي الوعد اللي كنت موعدة ولا دايرو حتى في المحضر ديال المحكمة والمحضر ديال الشرطة، هادي ما كتهضرهاش. الوعد اللي كنت موعدة أنه أبنت الناس كتير عندك التليفون بحال هكا تيسر الامور تتمنى المحل نولي نخدم كيما كنت ونولي نرجع فلوس كبيره كيما كنت، غادي ندير لك مع خال ديال الخلاف، وهادي ما كنطراش مع عمري. نقول لك انا راجلي موعدني بزاف الحوايج اللي بغيت ومازال ما كتبش واش غاديرهم لي، واش غادي نزيرو كجر عليا نقول له لا خصك ديرهم لي، لا لا طبعا انا كنبغي هو ماشي على داكشي اللي غايدير لي، ولا يعني انا كنبغي غادي نصبر معاه ولا ما كنبغيش نمشي بحالي. وزائد ولا كتبت الله سبحانه وتعالى تعمل ديك الحاجه في ديك النهار تعمل لو ما كتبش شي قضاء عام عامين ثلاث سنين مع الاقدر كنقولوا الوعد الخوف داين عليك. الوعد الخوف داين عليك، وانا هادشي قايلو قايلو للبوليس وقايلو للمحكمه وقايلو كل شيء، ما نكروش ما نكروش، غير باش نوضحوا الامر ديال الفيلا وكيف واش تازا واش تازا مدينه كبيره صغيره واحد كيعرف واحد كلشي، انا كنجي بنتي تمن عارفه الناس كاملين هنايا واقيلا انا كنجي بنتي تمن عارفاكم ماشي من هنايا انا، يعني حنا واحد كيعرف واحد. دابا الواتساب حنا ملي كنا كنهضروا في الواتساب كونفرساسيون كنهضر معاها ابي الفيديو الدار ديالنا الدار ديالنا كتشوف كلش، والسيد عنده فيلا وعنده الشيفور وعنده الطوموبيل لا اسمح لي عاوتاني، السيده كتقول لك كذب عليا عنده ونهار جيتي تديها قبل ما تعملوا لاكت او لا، طبعا السيد الناس كيسقسيه وكيعرفوا شنو كاين، يعني كتكون واحد المده ماشي حتى عشت معك عام كامل عاد بنتي لي مع لانه كان في الفتره ديال كوفيد، انا ماشي ما بغيتش ندير العرس فتره كوفيد راه ما كاين لا عرس لا والو، انا ما درتش العرس انا 6 سنين وانا مزوجه ما درتش العرس بزاف ما درتش العرس، والعرس راه صراحه غير ربي ميسر لي في الحياه ديالك، انا كنصحك فقط تكون فقط تكون هي الصافية ويكون الصادقة. أنا هنا احترام أنا هنا كنقولها رغم أن هضرتني في العرض ديالي وقالت عليا كلام اللي كان جاي دايز غير باش توازى الأخرى توازى ولاد البلاد اللي كيعرفوني كلشي كيشجع وكلشي كيهضر كلام زوين، شكون اللي كنلقاو معاه المشكل السيد اللي صندلته ما مدلاش 6 سنين 7 سنين وخاطو ما عرفتش هذاك الوينه، يعني هادوك اللي كنلقاو معاهم مشكل دماغو خاوي كتسمع شي هضره صافي كتسمع بها فيلم، يعني السيد راه حتى واحد الثقافه عندهم محدوده جدا راه كيسمع كيقول كيمشي بالشخصيه واحد اخر طبيعه الحال كيجي دايز كيقول لك كون لقاتك راجل ما غاديش تسمح فيك، انا الخبره الطبيه طالبتها في المحكمه ودي عطيوني خبره طبيه، انا كما قلت في الراديو وقلت مجموعه القنوات وانا كنقولها حيت كنقول عليك وانا كنقولها هاني حبس جميع التصاريح مع القنوات ماني نعطي التصريح حتى واحد بحال ديالي الا بعد الا بعد وصول الخبره الطبيه اللي كتبت انا الحمد لله رجوله كامله، انا عندي مشكل وقلت في الراديو وقلت للصحافه اللي سمعت معاهم انا عندي ضعف في الحيوانات المنويه لانه عندي نقصان ما كناكلش الفيتامين، يعني اذا بغات تولد كيخصنا قنابل وغادي نجيب وغادي نجيب شواهد طبيه صراحه من اطباء هذه الهضره ما خصهاش تكون تقولها حشومه عليا ولا كتسمعني هذه الهضره حشومه ما خصهاش تقال شواهد طبيه من اطباء اللي دوزنا عليهم كنا كنشوفوا المشكل ديال الولاده فين هو، يعني انت هذا راجل عنده ضعف في نفسي بقيتي معاه سنه كامله وكتمشي للطبيب باش تسولي على الولاده وتشوفي علاش ما ولدتش عليه صنا قلت ليه وما عندكش الحق تهضر، بس انا كامله كما قلتي عاد جيتي تهضر اش ما درتيش الشهر الشهر الاول الاسبوع الاول حتى عندك الحق تهضر وتسالي ولا بغيتي تسالي، انا كنقول لك الكونفرساسيون ديال انني خرجت من عائلتي غادي نبارطاجيها معك تسمعها ان شاء الله خطيها الناس باش يعرفوا اش وقع، وانا القلب ديالي صافي جدا انا اليوم يعني باش كنقولوا البارح بيت في الاستوديو يعني تال الصباح كيغني عليك يا هند راه كيغني عليك انا كنحس بداك الحرقه في قلبك عليا، دابا واخا انت هضرت عليك انت يما كرهتيش ترجع المياه الى مجاريها صعيب
صعيب ترجع للنيابه. ماشي ما كلشي كيتنسى، ربي عطانا واحد النعمه سميتها النسيان. لان الانسان باش يطلب في العافيه صعيب. كون جاتنا فاك بيان راسك خاطر بيان غادي نعطيه لاخا بيان. هي هضرت بزاف كنقولها اذا طلقنا يعني دابا راه اذا طلقنا وسهل عليها الله وتزوجت تعيط لي انا نجي نقول لها فهمتي لا دور كثر من تاب. سعداتك اختي سعداتك جات الغيره. اقسم بالله دابا شنو الخوف والخلق اللي عندي؟ انا كيقول لك اللي قد ما طال كيجي الصبر. كاين قد ما طال. دابا المشكل فينا هو؟ هي في واحد المدينه اللي صعيبه. المدينه اللي قاصحه شويه. هي امراه. يعني نهار اللي نطلع انا بالوثائق والادله وهذه ما غاديش نهار اللي يعني غاتوسخ لها حتى هي في الصوره وغادي توسخ لها غير في الصوره يقدر يوقع لها اي حاجه. انا ما كنتمنى منكم ما توصلوش حتى لا هي لا اختي هندي الا كنتي كتشوفي هذا الفيديو انا كنتمنى منك انك ما تخرجي حتى شي حاجه. حاولي تفكري غير الايام الزوينه اللي دوزتيها مع خويا امين واخا ما تكونش بزاف ديال الايام تفكري غير شي حاجه زوينه دارها على حسابك وحتى انت امين ما تخرجي حتى شي حاجه هي كتبقى مرتك دوزت واحد المومون تفهمتو ما تفهمتوش شنو راك تقول. انا علاش غادي نطلب التصريح بالادله ديال الاحكام؟ انت باغي باش تدافع على راسي وباش نرد الاعتبار دم الوجه حيت حشومه انه شي حد انا قلت بزاف د الحوايج اللي ما كنتش متصوره وما عمري توقعتها ولا خاص من عند شي شخص انك بغيتي يعني ما مستوعبش يعني انسان اللي كتقول لك انا ما كنتش كناكل واش عباد الله عام ما كتاكليش غتصبري لا ما نصبرش انا شوف كانت عندها اكبر فرصه انها تمشي مده الوالده ديالي عندها لازم كتدخل السبيطار كتنعس بالايام انا مسكين الله يشافيها امين انا والوالد كنديروا الصوار كنخرجوا يعني ما كتبقى في الدار يعني كانت عندها الحريه في الدار الحريه تما كان تخرج وهذه نديرها يعني انا اتصلوا بيا بزاف الناس منها محلات تجاريه منها دي ريستورون اللي كنا كنجلسوا فيها قالوا لي احنا مضامنين معكم مستعدين نجبدوا الكاميرات من عام دا من عام جبت الكاميرات ونقدر نعطيو كليبيت اللي كتبت بلي شحال مرة كنت كتجيو عندنا في الصال شحال مرة كتجيو عندنا في الطاقة اللي كتبت بزاف الحوايج هادو كاملين أدلة واحد أدلة أخرى حيت فايت لكم خرجتوا في انترفيو هضرتوا أنت وياها وهي شكراتك بزاف شكراتك بزاف وقالت لك أنا عايشة معاه في الراحة وكلشي وزائد عملت معاك واحد الفلوك هنا في تازة اذا ملي انتي عايشه في العاده بعام هذه علاش تخرج مع عندنا بديك انترفيو تكذب فيه دابا هذه تمثل فيه دابا هذه علامه الاستفهام اللي عندي انا هي قالت حنا عندنا حنا عليا وكيدوز لا ما كاينش شي حاجه لا ما كاينش حاجه بزز ما كاينش حنا ماشي مربوطه والا شفتو انا قلت انا كندور لها الكاميرا الا شفتو كاع لي فيديو هي اللي عامله هي راه باينه حنا شفنا هي اللي شاد الكاميرا وشفتها زكي وانا صغيره انا والوالد هو عنده صالير وانا عندي صالير ما شاء الله هو كيخدم وانا كنخدم يعني الحمد لله عندنا واحد القاعده اقسم بالله الى كل شهر او كل 15 يوم الا وعندنا خروف ولا خروفه ما شاء الله كندبحوها في الدار ما شاء الله يعني واني معروفه في السيكتور اللي عايشين فيه سواء في الحجره فين كنتوا جيتوا عندنا ولا بيتغلان فين ساكن دابا يعني من 15 يوم ما شاء الله يعني ولاد الخير والخير موجود الحمد لله الحمد لله راه عاشوا معنا ناس تبارك الله معنا ناس ما كينكروش عليه تبارك الله ما كنبغيوش نقولوا عايشين على قدنا شوف الله سبحانه وتعالى عمره ما كيخلي شي حال العباد ديالو بلاش غتعيش غتعيش سواء بالقليله ولا بالكثير تكرفي ما بقاش حتى دقيقه ولكن لكن الراجل ولد الناس راه غتصبر معاه واخا ما يكونش عنده واخا يكونوا كيبلعوا عليك بالسوار اسمح لي واحد الحاجه هي كتقول لك انا هادشي كلشي كتقول لك انا بغيتو مادام بغاتك اذا جبرت فيك شي حوايج مزيونين ما يمكنش انا نبغيك انت كتكرفص عليا وكتخليني بالجوع وما كتصرفش عليا وفيك مثلا شي حوايج في الشخصيه ديالك انهم خايبين مثلا على حساب داك الشيء الطبيب يعني ما غاديش نبغيك المهم انا بغيت نقول للمغاربه انه تما كاينه شي علامه الاستفهام ما فهمها حتى شي واحد غير امين والله سبحانه وتعالى كنتمنى انكم ما تخرجوش ما بيناتهم خيط كحل لقيتو فين دخلوا خيط كحل مرحبا بكم لقيتو فين دخلوا خليو السيد والسيده يتفاهموا ما بيناتهم الله يسهل عليهم والله يدير لهم شي طويل الخير كلمه اخيره امين باش ما نطولوش عليهم كلمه اخيره كنشكرك كنت تسمعنا شكرا لك حتى انت كنشكر المتابعين الكرام اشكروني حتى انا من وراء الكاميرا من وراء الكاميرا كنشكركم حتى هي وان شاء الله في الايام القليله نحضروا فيديو اخرين اللي هو هديه لهند درت لها هديه لهند درت لها هديه النهار ديال العقد القرن ديالنا كانت اغنيه وحاليا هذه نديله اغنيه كوفر للشاب حسني ما غاديش نقول التسميه نصدروها فيديو كليب ان شاء الله بحول الله انا دابا غادي نكمل مع اختي سمعنا نطلع مباشره للاستوديو
الله يوفقك الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك بزاف، ولينا الشرف اننا نديرو معاك هذا الانترفيو، واشكم كاملين نتجمعوا عند امين، دعموا امين كاملين كاملين عند دعموا امين ان شاء الله. بغينا القناه ديالو تكبر ويوصل لمليون ان شاء الله، علاش لا. وكيقول لكم القادمة ما تسمعوش من واحد، تسمعوا من جوج، ونتمنى لهم يا ربي في هذه العواش الله يدير لهم اللي فيها الخير. وشكرا لك بزاف، تهلاو في راسكم.